البسبوسة التركي. الشربات أنا محتاجة عيار من السكر ونفس العيار من المية، بسيبهم يدوبوا مع بعض. عندي هنا تقريبا 100 جرام من الزبدة، سكر بودرة، وعجناه كويس قوي مع السمنة أو الزبدة اللي أنا مستخدماها. أنا هحتاج بيضتين، بعجن المكونات دي مع بعض. عندي 3 معالق جوز هند، وعندي 3 معالق سومولينا، وعندي فانيلا عشان خاطر زفارة البيض، وعندي ايه كمان، عندي كمان بيكنج باودر. فالزيت هحتاج حوالي 100 ملي من الزيت النباتي. هنقلب المكونات دي مع بعض، وهنبتدي نضيف الدقيق تدريجيا واحنا بنقلب. اهي العجينة ماشية مظبوط كده، تمام. هاخد هنا بقى الليمون، وهاخد البسبوسة. احنا ممكن نعملها كده، هنحطها بالشكل ده، نزينها بالصنوبر زي ما قلت، وهندخلها الفرن على درجة 100 او درجة حرارة 150 لمدة 15 دقيقة، يعني من 12 ل 15 دقيقة حسب الفرن. البسبوسة بتاعتنا استوت وهي لسه سخنة، احنا هنسقيها بالشربات البارد اللي حضرناه قبل كده.